بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي على خير يا شباب الألترا كراش كورس الخاص بتشابتر الكوناكت تيشو. جدير بالذكر إن إحنا خلصنا محاضرات الشرح الأساسية للشابتر، في غضون 3 محاضرات خلصنا يا حبايبي حل أسئلة كتاب الاسم وامتحانات السنوات السابقة اللي كانت بمثابة مراجعة سريعة على أهم نقاط الإم سي كيو، مش مجرد حل. بعد كده عملنا محاضرة الكراش كورس اللي هي المراجعة السريعة للشابتر ده الشاملة لكل نقاطه. دلوقتي بقى مراجعة ليلة الامتحان الالترا كراش كورس للشابتر الكونكتشو. نبدا بسم الله ونتوكل على الله. يا دكتور، الكونكتشو بيجي منين؟ بيجي من الطبقه الوسطى الميدل ميزنكايمال او ميزوديرمال لاير، ودي طبعا فيها ميزنكايمال سيلز اللي بتهاجر عشان تعمل لي باقي خلايا الكونكتشو. طب يا دكتور، بيتكون من ايه؟ من سيلز خلايا وفايبرز الياف يسبحون في سائل من الميتريكس. يا حبيبي، السيلز والفايبرز والسائل اللي هو الميتريكس، باختلاف طبيعه هذا الميتريكس هنلاقي انواع يا دكتور من الكونكتيف تيشو. يا دكتور، لو كان هذا الميتريكس سوفت بيبقى البروبر الاساسي بتاعنا اللي هنتكلم عنه في هذا الشابتر. لو كان رابري يعني زي الاستيكا او الممحاه يا حبيبي بيبقى كارتليج. لو كان هارد صلب بيبقى البون العظم. لو كان فلويد سائل بيبقى البلاد بيبقى الدم يا حبيبي. طب يا دكتور، ايه الخصائص بتاعته؟ لقينا ان الخلايا بتاعته وايدلي سيبريتد، مفصوله عن بعضها بمسافات كبيره. المسافات دي فيها كميات كبيره من الميتريكس اللي بيكون انترسيلر ما بين الخلايا. طب يا دكتور، عندها اوعيه دمويه واوعيه ليمفاويه وكمان اعصاب. طب وظيفته ايه يا حبيبي؟ دعم وتبادل، حمايه وتخزين. دعم بيديني سبورت، تبادل اكستشينج، تبادل بين الايه؟ المواد الغذائيه والفضلات. حمايه ديفنس وبروتكشن، تخزين بيخزن فات، وده نوع من انواع الكونكتشن هنتكلم عنه. طب هنبتدي يا دكتور الاول بالخلايا، بعدين نتكلم على الالياف، بعدين نتكلم على الميتكس، وبعدين نتكلم على النسيج ككل بقى اللي فيه الثلاث حاجات دول عشان تبقى فاهم احنا هنمشي ازاي. نبتدي بسم الله بالخلايا. الخلايا في منها بيعيش حياه قصيره وفي منها حياه طويله. اللي بيعيش حياه طويله ده ستيبل، ده قاعد مقيم في الكونكتيف تيشو يا دكتور، ودول خلايا هنتكلم عنها. بينما الشورت ليف ده يا حبيبي اللي بيقعد فتره حياه قصيره، ده بيسيب الكونكتيف تيشو يطلع بره وما الى ذلك يا حبيبي. فعشان كده الشورت ليف هيبقى عندي خليتين، البلازما سيل والليوكوسايد، دي هنتكلم عنها في تشابتر البلاد، بس تبقى عارف ان دول هما الاثنين بس الشورت ليف، الباقي كله لونج ليف. طب يا دكتور، لما اجي اتكلم على كل خليه هتكلم عنها في ايه؟ اي خليه ليها اوريجين، ليها حاجه جت منها وليها سايت، مكانها تقعد فيه عشان تؤدي وظيفه ربنا خلقها لادائها فانكشن. وبعدين نبص عليها احنا كهيستولوجي باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ابتدي ابص على الخليه يا دكتور من اول الشيب، شكلها عامل ازاي، السيتوبلازم بتاعها عامل ازاي، بعدين النواة بتاعتها عاملة ازاي. كده انت فهمت احنا هنمشي ازاي. هنتكلم على السيلز اهو يا حبيبي، بعدين هنتكلم على الفايبرز الالياف، واللي فيه حاجة اسمها معاها جراوند سبستنس اسمها السائل الموجود في الارضية. هنتكلم على كل الحاجات دي. اول خليتين عندي هما خليتان جذعيتان، خلية اسمها undifferentiated، يعني خلية مش متميزة مثلا لاداء اي وظيفة، مش متميزة لاداء وظيفة القبض او اي حاجة خالص. ميزنكايمر عشان جات من النسيج الميزنكايمر، سيل اسمها UMC يا حبيبي. دي ايه؟ دي في الامبريو بتشتغل كستيم سيل، انا سبيشاليست مش متخصصه في حاجه، هي بس خليه جذعيه تمام. في الادلت يا حبيبي بتفضل اندفرنشيت عادي جدا، تفضل غير متميزه. فين؟ في البون مارو، في نخاع العظام عشان تديني خلايا الدم، وممكن تبقى موجوده حوالين البلاد فيسلز عشان تبقى خليه اسمها بيريسايت. عشان كده لما اجي على البيريسايت الاقي الاوريجين بتاعها من اليو ام سي، ودي عباره عن ميزنكايمال سيل. بس هل بقى في الامبريو كده؟ لا، دي في الادلت بس يا حبيبي. اوكي، وظيفتها ايه؟ موجوده اراوند البلاد كابلريز، موجوده حوالين الاوعيه الدمويه بالشكل ده كده. طب هتعمل ايه حوالين الاوعيه الدمويه؟ يا دكتور انت مش قلت لي ان هما الاثنين دول ستيم سيلز، يعني وظيفتهم ان هما هينقسموا ويتميزوا عشان يدوني خلايا ثانيه. بس خلايا البيريسايت هتديني مين يا حبيبي؟ هي حوالين الوعاء الدموي. فاكر الوعاء الدموي كان مين بيبطنه من الداخل؟ من الابيثيليوم، خلايا الاندوثيليوم. وكمان في ايه؟ فايبروبلاست، وفي سموز ماسل سيل، وهنتكلم على الفايبروبلاست كمان شويه. يبقى دي بتديني الثلاث خلايا دول يا حبيبي. هل دي وظيفه؟ طب عشان يبقوا خلايا جذعيه ويدوني خلايا ثانيه محتاجين ايه يا حبيبي؟ تعال بص، محتاجين طبعا بالالكترون مايكروسكوب اللي هلاقي فري رايبوزومز كتيره، عشان قلنا الفري يصنع ليه، بيصنع للخليه نفسها بروتينز هتستخدمها الخليه في عمليه الانقسام. طب والنوايا يا دكتور هتبقى نشطه ولا مش نشطه؟ طبعا لا، لازم النواه تكون نشطه، يعني الكروماتين اللي فيها يكون الكروماتين اليو كروماتين اللي هو الكروماتين الاكتيف يا حبيبي زي ما درسنا في السيتولوجي، فتكون عندها يو كروماتيك نيوكليس. طب يا دكتور دي موجوده حوالين وعاء الدموي، هل وظيفتها ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ قال لك هتعمل كونتراكشن انقباض، فتعمل تضييق كونستريكشن في الفازو في البسل في الوعاء الدموي، تعمل فازو كونستريكشن. ازاي بتقدر تنقبض؟ عشان عندها شبكه من الاكتين والمايوسين. طب حلوه جدا جدا يا دكتور، تعالى بقى نبص على وصفها. مش دي يا دكتور قلت انها موجوده في الامبريو في الجنين؟ فاكيد هتبقى سمول صغير،
حلو، والخليتين دي الاثنين دول هم برانشد، عندهم برانشات يا حبيبي. طيب حلو جدا. السيتوبلازم يا دكتور بتاع كل الخلايا اللي هنقابلها هيكون بيل بيزوفيليك سيتوبلازم، باستثناء بعض خليتين بس هيبقوا دي بيزوفيليك سيتوبلازم، الباقي كله هيبقى بيل بيزوفيليك سيتوبلازم، يعني بيزوفيليك محب للصبغه البيزو بيل بهتانه. طب يا دكتور ماذا عن النواه؟ سنترال لارج اوفال بيل، سنترال لارج اوفال بيل. وطالما النواه بهتانه او بيل يعني مش غامقه، بيل يعني فاتحه مش غامقه، فاكيد النيوكلاي او الانويه اللي جواها هتكون صهره، فيكون عندها فيزيبل نيوكلاي. والنوايا حبيبي سنترال لارج اوفال بيل، قولها بالطريقه دي كده هتثبت معاك. احنا كده خلصنا اول خليتين، تعالوا للخليتين التانيين، او هي في الواقع خليه واحده ولكن مرت بمرحله الشباب وبعدين تقدمت في السن بقت عجوزه بقت كبيره في السن. بتيجي منين الفايبروبلاست يا دكتور؟ اشهر خليه في خلايا الكونكتيف تيشو. سيبك من الاوريجين دلوقتي، بتيجي منين؟ هي اشهر خليه، اشهر خليه، فبتبقى موجوده في كل انواع الكونكتيف تيشو. طب ايه اللي خلاها مشهوره كده؟ انا هبدا اول حاجه يا دكتور بالواحده بالنوع منهم الاكتيف، وطالما قلت اكتيف يبقى اكيد يا دكتور في مرحله الشباب، دي لسه في مرحله الشباب عشان كده دي الاكتيف دي النشطه يا حبيبي. طب تعالى نبص عليها هتعمل ايه يعني؟ قال لك دي بتصنع الفايبرز بتاعت الكونكتيف تيشو وبتصنع الجراوند سبستنس يا دكتور، يعني بتعمل ايه؟ بتعمل الميتكس، واتفقنا الميتكس عباره عن فايبرز وجراوند سبستنس، الالياف والسائل وما الى ذلك، يعني هي بتصنع كل حاجه، مش احنا عارفين هو سيلز وفايبرز وميتكس اوقات اوقات بقول على الميتكس جراوند سبستنس، مش مشكلتنا دلوقتي، المهم ان هي هتصنع باقي الحاجات الكونكتيف تيشو كلها، فاستحقت انها تكون الموست كوم، دي بتصنع الفايبرز وتصنع السائل كمان يا دكتور اللي هو الميتكس، تمام؟ حلو جدا. مش بس كده، دي بتعمل جروث فاكتورز، بتعمل عوامل نمو. ايه العوامل الجروث فاكتورز دي يا حبيبي؟ الجروث فاكتورز دي بتروح تحفز اليو ام سي والبيريسايت ان هم يتحولوا ليها، عشان كده لما اجي في الاوريجين يا حبيبي هقول لك ان الاوريجين بتاعها من اليو ام سي والبيريسايت. طب حلو جدا جدا يا دكتور. مش بس كده كمان، ده لو حصل انجري للكونكتيف تيشو يا حبيبي بتعمله هيلينج اند ريبير، بتساعد في شفاء وعلاج الكونكتيف تيشو. حلو جدا. طب هي عشان تصنع الفايبرز وتصنع الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بروتينز، فلازم يكون عندها خصائص تصنيع البروتين. مين خصائص تصنيع البروتين من السيتولوجي؟ ار اي ار، وتبعت بعدين لجولوجي، وجولوجي يطلع، والكلام ده محتاج طاقه، فمحتاجين ميتوكوندريا. والنواه اتفقنا لازم تكون يوكروماتيك نيوكليس، تكون النواه نشطه يا حبيبي، تمام؟ يبقى دي كده خصائص الخليه المصنعه للبروتين. طب شكلها عامل ازاي؟ برضو هي برانشد زي الخلايا اللي فاتت، كانت برانشد برضو يا دكتور، والبروشات بتاعت البرانشات بتاعتها كتيره بالظبط كده. طب حلو، السيتوبلازم بتاعها احنا قلنا كله اللي هيقابلني هيكون بيل بيزوفيليك سيتوبلازم ما عدا خليتين، اول واحده فيهم هي الفايبروبلاست هتكون دي بيزوفيليك سيتوبلازم، والنواه بتاعتها برضو نفس الوصف اللي هنا، سنترال لارج اوفال بيل نيوكليس وذ بروميننت نيوكليولس. كلمه بروميننت هي نفسها فيزبل معناها واضحه. حلو جدا جدا. طب يا دكتور ماذا عن خلية الفايبروسايت؟ الفايبروسايت دي بيقول عليها ان اكتيف فايبروبلاست عشان هي تقدمت بالسن، الخلية دي لما بتعجز بيبقى اسمها فايبروسايت، قلت لك فايبروسايت ستل كل، ستل كل اللي هي كبرت في السن. فيا دكتور لما تكبر في السن هيكون عندها نفس الاورجانيلز عادي جدا بس اقل، تمام؟ حلو جدا. يعني بص شايف ار اي ار وجولوجي وميتوكوندريا، بص لس، وهيقول لك نفس الكلام، لس اقل من الاكتيف فايبروبلاست. مش بس كده كمان، ده النيوكليس عندها هيتروكروماتين اكتر من الاكتيف فايبروبلاست. احنا اتفقنا في نوعين من الكروماتين، نوع نشط اسمه اليوكروماتين، حلو، ونوع غير نشط اسمه الهيتروكروماتين. دي اكيد هيكون عندها الهيتروكروماتين اكتر لانها قلت في النشاط بتاعها يا حبيبي. حلو جدا جدا. مش بس كده كمان، دي البرانشات بتاعتها هتقل، كان راجل بالظبط كده هو في مرحله الشباب كان شعره كتير، كان البرانشات بتاعته كتير، لما كبر شعره وقع. فبص يقول لك ايه، هي اصغر، تمام، وسبندل وذ فيو بروسيسز، والبروسيسات بتاعتها فيو ومغزليه دي الشكل عامله زي العين، يعني ده معنى كلمه مغزليه. طب يا دكتور عندي دلوقتي السيتوبلازم بتاعها هيكون بيلر، هيكون افتح. ليه افتح؟ عشان الاورجانيلز قلوا، والار ار دي كل ما كانت كتيره كل ما كانت الصبغه غامقه، طب قلت فبقت الصبغه فاتحه يا حبيبي. حلو، فبقى بيلر والداركر نيوكليس ذان اكتيف فايبروس، والنيوكليس بتاعتها بقت اغمق. ليه اغمق؟ عشان عندها الهيتروكروماتين المتكدس زي ما شرحنا في السيتولوجي. طب هتعمل ايه بقى؟ هتعمل برضو في حاله الانجري تبقى اكتيف، لو لقيت الحاله فيها انجري زي تيتا كده، لو لقيت في عزومه كبيره هتقوم وتساند، لكن لو تيتا مش لقيت، ما لقيتش في عزومه كبيره واكل بسيط، هتسيب ماما، هتسيب خالته، هتسيب الحاجات دي كلها اللي هم الفايبروبلاست النشيطين. وانت فهمت بقى؟ طب في الانجري هتبقى اكتيف وتساهم في عمل الوند هيلينج، في عمل شفاء للجروح، وبتعمل كمان ايه؟ دي الخليه اللي تجيلك في الام سي يو لك مينتين الكونكتيف تيشو، لكن لو قال لك فورمينج تختار فايبروبلاست هي اللي بتعمل، لكن مين اللي بتمنتين بتحافظ على ما تم بنائه؟ هي الفايبروسايت. بقول على كلمه المحافظه دي ايه؟ continuous للاكسترا سيلر كومبوننت. ايه الاكسترا سيلر كومبوننت؟ اللي هم دول، ما هم دول اللي موجودين بره الخليه، الفايبرز والسائل اللي هو بنوع الماتريكس، او ممكن اوقات نقول جراوند سبستنس، مش مشكله دلوقتي الكتاب بيلخبط فيهم كتير. فهي بتعمل continuous slow turnover. يعني ايه continuous slow turnover يا حبيبي؟ يعني بتحافظ على ما تم بنائه باختصار، maintain الكونكتيف تيشو. احنا كده خلصنا اول ثلاث خلايا، تعال على الخليه الرابعه وهي الخليه الدهنيه. كلمه دهن يعني اديبوز او فات او اديبو، هي يا حبيبي بتيجي منين؟ بتيجي من اليو ام سي برضه. يبقى لحد دلوقتي كله جاي من اليو ام سي يا حبيبي،
تمام. البيريسايت من اليو ام سي، الفايبر بلاست من اليو ام سي، والبيريسايت دي من اليو ام سي. في خليه احاديه الحجره، وكلمه حجره يعني لوكلر، احادي يعني يوني يعني واحد، عديد يعني مالتي يا حبيبي. طب سيبك من الانسجه دي، هنتكلم عنها كمان شويه. طب دي يا دكتور بتكون لارج، كبيره، اوفال، بيضاويه، من 50 ل 150 مايكرومتر، حجمها كبير قوي. بينما الثانيه سمولر، اصغر. والفات يا حبيبي هنا موجود في مالتيبل دروبلتس، عشان كده قلت متعدده الحجرات، لكن الفات موجود في حجره واحده، في وان لارج دروبلت، بيكون فيها صبغه اسمها كاريتينويدز بتدوب معاها. حلو، بتدوب مع الدهون يعني. مش مهم دلوقتي يا حبيبي، ان هي يا حبيبي انها ديسبيسنج ذا سيتوبلازم اند نيوكليس بريفرالي. يعني ايه؟ يعني بتزق قطره الفات دي، قطره الدهون دي، بتروح زق النواه وتزق السيتوبلازم معاها ناحيه الاطراف، فتيجي النواه كده تتزق ناحيه الاطراف. بص اقول عن نيوكليس بريفرال وفلاتند، يعني بريفرال يعني على الاطراف، وفلاتند بقت فلات من كتر ما الفات زق عليها. طب بيجي الفات بعدين يا حبيبي يدوب لما اسبغه بصبغه اتش اند اي، وايه اللي يحصل؟ يديني المظهر اللي قدامك ده، كانه خاتم اقدر احط فيه صباعي كده، وكان هنا ده ختم يا حبيبي، يعني سيجنت او سيجنتشر. حلو، فبقول على ده سيجنت رينج ابيرنس. طب لو حبيت اسبغ الفات، احنا اتفقنا من ايام السيتولوجي، دهني، سوداني، برتقالي. لكن لما اجي هنا ما الاقيش سيجنت رينج ابيرنس، الاقي ان هو اتزقت سنه على الاطراف، يبقى اكسنتريك. سنتريك يعني في المركز، اكسنتريك يعني بعدت عن المركز، والنواه راوندد يا حبيبي. طب بقول عليها بيجمنتد، بتاخد صبغه وتديها براون كلر. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دي بتخلي لي اللون بتاعها براون، بيجمنتد اللون بتاعها بيظهر براون. طب ايه اللي بيخلي اللون يظهر براون؟ هنعرف كمان دقائق معدودات، تمام. عشان كده بتكون موجوده في نوع من الاديبوز كونكتيف تيشو، من النسيج الدهني بيكون براون، هنتكلم عنه كمان دقائق. بينما الثانيه في نوع من النسيج الدهني وايت، لونه ابيض، برضه هنتكلم عنه. طب يا دكتور عشان تصنع الدهون من السيتولوجي، عارفين لازم اس اي ار، ومحتاجين الميتوكوندريا تديني طاقه، بس هنا عندي لارج سنجل الكترون دنس فات دروبلت، واحده كبيره وسنجل، لكن هنا مالتيبل سمول دروبلتس، مالتيبل سمول دروبلتس يا دكتور. طب حلو جدا جدا، هنا يا دكتور دي وظيفتها ايه ودي وظيفتها ايه، عشان نعرف الفرق بين ليس وميني هنا والكلام ده كله. طب دي هتصنع وتخزن الفات، هتصنع وتخزن الدهون، بينما الثانيه هتكسر الدهون عشان تطلع حراره. عشان تطلع حراره عن طريق مين؟ عن طريق ثيرموجينين، وهذا الثيرموجينين موجود في الميتوكوندريا بتاعتها، عشان كده دي هتكون محتاجه ميتوكوندريا كتير. طب هل دي هتصنع دهون كتير؟ لا يا دكتور، فليس اس اي ار اقل من اس اي ار، بينما الثانيه هتصنع دهون تبقى اباندنت اس اي ار كتيره. هل دي بقى محتاجه تكسر؟ ففيو ميتوكوندريا، لكن الثانيه عايزه تكسر عن طريق ثيرموجينين اللي موجود في الميتوكوندريا بتاعتها، تعمل ثيرموجينيسيس يعني تخليق للحراره، فهيكون عندها ميتوكوندريا كتير. اعكس تبقى ميتوكوندريا قليله، اعكس تبقى اباندنت اس اي ار، نفس الكلام. يعني انت لو عكست دي كده هتديك لسه، عشان تفتكر بسرعه يعني. طب وظيفتها ايه الدهون دي يا حبيبي؟ بتدعم الاعضاء زي الكدني، هيت انزليشن، طبقه الدهون دي بتمنع تسرب الحراره فتعمل كعاز الحراري، وكمان ليها وظيفه اندوكراين، بتسكريت هرمون زي مين؟ زي ليبتين اللي بيوقف الفود انتيك، يوقف تناول الطعام، يخسسك بالرغبه في الشبع، تمام. اند ستيموليت ميتابوليك ريت، تحفز معدل الحرق عشان تخسر الدهون، لوس اوف بادي ويت. طب يا دكتور الاديبوز كونكتيف تيشو، واستاذنكم هنروح نعدي كده، نعدي كل دول ونتكلم على الاديبوز كونكتيف تيشو، عشان هتلاقيه بالظبط نفس الكلام اللي اتكلمنا عنه، بعدين نرجع نكمل تاني باقي الخلايا. طب الاديبوز كونكتيف تيشو ده نسيج، يعني في سيلز، في فايبرز، في ماتريكس. طب ايه بقى السيلز اللي فيه يا حبيبي؟ اكيد في معظم الخلايا، بس الفات سيلز بريدومينيت، الفات سيلز بتكون كتيره قوي فيه على اي مكون تاني. طب يا دكتور الخلايا دي هتقعد على الهواء؟ لا، دي بتقعد على الياف شبكيه اسمها ريتيكولار فايبرز، دي بتعمل شبكه، الشبكه دي بتدعم لي الخلايا اللي قاعده عليها. حلو، طب حلو جدا جدا. وبعدين يا دكتور بلاقي الكولاجين فايبرز، دي الياف اسمها الياف الكولاجين يا حبيبي. الياف الكولاجين هتقسمه لي للوبيولز، يعني فصوص كده، فص وفص وفص، لكن هذه الفصوص بتكون انكمبليت، بتكون غير كامله يا حبيبي. اهو برضه بتقسمه لي الياف الكولاجين دي لفصوص غير مكتمله. طب نيجي بقى على الوايت اديبوز كونكتيف تيشو والبراون اديبوز كونكتيف تيشو. اتفقنا ان الوايت فيه الخليه احاديه الحجره يا دكتور، بينما الثاني البراون بيكون فيه خلايا متعدده الحجرات اللي هي المالتي نيوكلير وهنا اليوني نيوكلير. طب ده ليه وايت يا دكتور؟ عشان ليس فاسكولاريتي، الفاسكولاريتي الامداد الدموي ليه قليل. حلو، طب وفي كمان صبغه اسمها كاريتينويدز، بس دي بتدوب في الفات دروبليت يا حبيبي، فبالتالي هيكون لونه وايت كلر، ودرسنا الكاريتينويدز في السيتولوجي. طب حلو جدا، بينما هنا يا دكتور ليه بيكون براون؟ عنده هاير فاسكولاريتي، عنده امداد دموي عالي جدا، وكمان يا دكتور في صبغه موجوده في الميتوكوندريا اسمها سايتوكروم، ده كله بيخليه ياخد اللون البراون، اللون البني. طب يا دكتور ده اتفقنا ان وظيفته هيعمل هيت جنريشن، يعني ثيرموجينيسيس، يعني تخليق الحراره، فيتاثر بالهرمونات بتاعتك. ما ينفعش لو انت اكلت قليل ده الدهون دي تخسرها يا حبيبي، وبالتالي ما تولدش حراره، ده يتاثر بالهرمونز بس مش بالدايت. لكن الثاني ده يا حبيبي وظيفته ايه؟ بيصنع الدهون عادي جدا اللي هي بتبقى موجوده تحت الجلد وما الى ذلك، فده يتاثر بالدايت وكمان يتاثر بالهرمونز.
طب حلو جدا، ده موجود فين وده موجود فين، او ده خلاص اتفقنا على وظيفته، ده وظيفته كل اللي فات دول اول ثلاثه اول اربعه دول قلناهم مع اليون نيوكليير فات سيل، الاخيره بس جيمنج ذا سكين اتس كونتور، يعني بتدي للجسم كده القوام بتاعه عشان تقدر تفرق، تقدر تفرق ده مثلا دي فيميل ولا فيميل، انت خمنت انها فيميل من الكونتور، ده معنى كلمه كونتور، اللي بيدي الكونتور ده هو ايه يا حبيبي؟ هو الفات. طب تعال نبص بقى الاماكن موجوده فين، قال لك ده يا حبيبي موجود وايدلي ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي، موجود في كل حته في جسمي، دي الدهون البيضاء اللي احنا نعرفها تحت الجلد طبعا، اكيد دهونك مش فوق الجلد، موجود فين بقى يا حبيبي؟ بص كده سبيشالي ان فيميلز، بالذات في الفيميلز بيكون عندهم نسبه الدهون عاليه، زي ايه مثلا يا حبيبي؟ قال لك ما ايه الجلوتير ريجنز اللي هي منطقه الارداف، بعدين الماماري جلاند، الماماري جلاند اللي هي غده الثدي تمام اللي فوق، ما بين الماماري جلاند فوق والجلوتير ريجن تحت في منطقه الكرش منطقه البطن، فتفكرك بايه؟ بالابدومينال وول. طب حلو جدا، موجود يا حبيبي لما ابص جوه البطن كده، واللي هتلاقي المعده والامعاء والحاجات دي كلها بيكون عليها غشاء اصفر كده، هتدرسوه ان شاء الله قدام في الدايجستيف سنه تانيه، اسمه الميزنتري تمام، ده اسمه ايه الغشاء الاصفر ده؟ الميزنتري تمام. حلو جدا، لو نزلت تحت البطن او رجعت لورا هتلاقي مين يا حبيبي؟ الراوند الكدني حوالين الكليه. طب احنا كده فوق ماماري جلاند، تحت جلوتير ريجن، ما بينهم الكرش ابدومينال وول. حلو، ولو دخلنا جوه هنلاقي على الامعاء والمعده حاجه اسمها الميزنتري يا حبيبي، لو رجعنا ورا هنلاقي الكليه حوالين الكليه عشان ما تنساش الاماكن. طب التاني بقى ليه بيولد الحراره؟ موجود اكتر فين؟ موجود اكتر في الفيتال لايف والنيو بورن، حديث الولاده والاطفال الاجنه في بطن امهاتهم، عشان يولد لهم حراره، دول محتاجين حراره يا حبيبي. It become lost during childhood، اثناء مرحله الطفوله بقى وهو بيكبر بيبتدي يخسر هذه براون اديبوس كونكتد تيشو تو بي ريبليسد، ويتم استبدالها يا دكتور بايه؟ بالنوع الوايت، بالنوع الابيض العادي الطبيعي بتاعنا، ولكن في الادلت بيظل موجود في اماكن محدده، هذه الاماكن اكيد محتاجه حراره، مين اللي محتاج حراره؟ قلبك يا حبيبي، قلبك اللي محتاج حراره، فيجي اول مكان اسمه الميدياستاينال، الميدياستاينال ده المكان اللي فيه القلب يا حبيبي، بعدين روح يمين وروح شمال هتلاقي نفسك دخلت في منطقه الاكزيلا اللي انتوا عارفينها من الاناتومي، اكزيلاري ريجن يا حبيبي، بعدين ارجع لورا هتلاقي سكابيلا وسكابيلا، ما بين الاثنين سكابيولاي، منطقه اسمها انتر سكابيلر، انزل تحت خلاص ده ما تنزلش تحت ولا تطلع فوق ولا اي حاجه خالص، يبقى انت كده عندك الاماكن دي ميديا ستاينم انتر واكزيلاري وانتر سكابيلر، عرفتهم ازاي؟ نعرفهم بالترتيب. طب نرجع تاني بقى، خلاص احنا كده ايه خدنا الخليه دي وبالنسيج بتاعها كمان، نرجع بقى نكمل باقي الخلايا بتوعنا يا حبايبي. عندي خليه اسمها ريتيكولار سيل، دي برده بتيجي من اليو ام سي برده زي الفات سيل. طب موجوده فين؟ قال لك دي بتعمل شبكه، بتعمل شبكه، بص وظيفتها سبورتيف نتورك، بتعمل سبورتيف دعم، ازاي بقى؟ لو قلت لك بتعمل شبكه ريتيكولار فايبرز، اهي سكريشن ريتيكولار فايبرز اللي بتقعد عليها الخلايا فبتعمل لها سبورت، بقول الشبكه دي بسمي الشبكه دي بسميها كلمه ستروما، ستروما يعني الشبكه بتاعت الجلاندز الغدد والاورجنز الاعضاء، زي بقى سبلين، طحال، لمف نود، عقد لمفاويه، غدد صماء، اندوكراين جلاندز. طب شكلها هيكون عامل ازاي يا حبيبي؟ صغيره نجمه، سمعنا كلمه صغيره فين قبل كده؟ سمعنا كلمه صغيره هنا برده يا حبيبي في اليو ام سي. حلو، فتبقى دي صغيره نجمه سمول ستيل ليت، واكيد عندها بروزات كتيره يا حبيبي عشان تقدر تعمل الشبكه. السيتوبلازم بتاعها احنا قلنا كله بيل بيزوفيليك سيتوبلازم ما عدا خليتين، اول واحده فيهم كانت الفايبروبلاست، والنواه بتاعتها سنترال، هل هكمل بقى سنترال لارج اوفال بيل؟ لا سنترال بيل بس تمام، وهتكون راوندد مدور، سنترال بيل راوندد نيوكليس، وعندها برومننت نيوكليولس، يعني بص سنترال بيل وبرومننت نيوكليولس والنواه بهتان لحد دلوقتي يا حبيبي، برضه هنحط قاعده كل النواه اللي هنقابلهم هيكونوا بهتانين ما عدا خليتين، اول واحده فيهم الفايبروسايت. طب تمام اوكي، نيجي بعدين يا دكتور قال لك اللي عندها البروسيس البروزات بتاعتها جوين ديب سيل جانكشن، يعني البروزات دي بتمسكها روابط عشان تقدر طبعا تعمل الشبكه، سيبك من الجزء اللي بالاورنس بقى هشرحه كمان دقائق. نيجي يا دكتور نتكلم على الماكروفيج، والماكروفيج هي الخليه الاكوله او بسميها هيستيوسايت يا دكتور عشان بتقعد في الهيستيو بتقعد في النسيج، ده نوع منها. المهم بتيجي منين يا دكتور؟ بتيجي من خليه اسمها مونوسايت بحرف الام، برده ركز كله بيجي من اليو ام سي يو ام سي ما عدا خليه بتيجي من اليو ام سي والبيريسايت هي الفايبر بلاست، واول خليه تقابلني مش بتيجي من اليو ام سي هي المونوسايت يا دكتور. تمام، هي سوري الماكروفيج اللي بتيجي من المونوسايت. طب بقى في النسيج الليمفاوي، في البول مارو نخاع العظام، البرين، الدماغ، الليفر واللنج والكلام ده كله، بس انا بتكلم على الهيستيوسايت اللي قاعده في النسيج الكونكتيف تيشو. تمام، طب اي ممكن تبقى في الكونكتيف تيشو وبسميها مين يا حبيبي؟ بسميها هيستيوسايت، لكن في حبه ممكن تقعد في اماكن ثانيه كمان. المهم ان تعالى بص على شكلها، هي لارج كبيره، مع كلمه ماكرو يعني كبير، فهي لارج كبيره يا حبيبي، فكرك بمين قلنا عليها كلمه لارج برده؟ هي اليونيلوكلر فاتسل.
طب وشكلها الريجلر شكلها غير منتظم الشكل، ايه اللي خلى شكلها غير منتظم الشكل يا دكتور؟ ان السيل ميمبرين بيشوه سودوكوديا، بتلاقي فيه اقدام كاذبه. طب ليه فيه اقدام كاذبه؟ عشان يعمل عمليه الفاجوسايتوزس اللي درسناها في السيتولوجي. اه طب لما حاجه تدخل يا دكتور الفاجوسايتوز بارتيكلز لما تدخل جواها الحاجات اللي اتاكلت مين اللي يهضمها؟ اللي يهضمها طبعا اللايزوزوم. طب اللايزوزوم ده بيطلع منين يا حبيبي؟ بيطلع من جولجي ابريتس والار اي ار، هم اللي بيعملوه. طب حلو جدا، طب بعد ما يهضم الحاجه مش في اقسام بتظل باقيه؟ اه ده احنا اتفقنا الكلام ده من السيتولوجي، في حاجه اسمها والباديز. طب حلو جدا جدا، اوكي يا دكتور. طب هي وظيفتها هتعمل بقى ايه؟ تعال نشوف وظيفتها. مش قلنا هتاكل فهتعمل فاجوسايتوز وديستراكشن، هتاكل الحاجات بقى، اجسام غريبه، اجسام صغيره، خلايا ميته، الحاجات دي كلها هتاكلها. طب لو لقيت حاجه كبيره لارج بارتكلز، حاجه كبيره بتعمل ايه؟ بتتحب مع بعضها وتعمل لي جاينت سيل، خليه عملاقه، هتاكل الفورين بادي، هتاكل هذا الجسم الغريب العملاق. وطالما الخلايا كلها اتحدت وكل واحده عندها نواه، هتعمل لي خليه متعدده الانويه مالتي نيوكليتد. مش بس كده، دي بتاخد الحته من البكتيريا بسميها الانتيجين وتفرج عليها الجسم المناعي كله، تفرج عليها كل خلايا المناعه عشان تروح تاكلها وتقضي على اي خليه زيها، تمام؟ فبسميها انتيجين برزنتنج سيل، يعني الخليه اللي بتعرض الانتيجين على سطحها عشان تنشط خلايا المناعه الليمفوسايت. وليها وظيفه تانيه انها بتكسر الاولد ار بي سيز، بتكسر الار بي سيز اللي كبرت في السن، والكلام ده بيتم في الليفر والسبلين في الكبد والطحال، عشان كده قلت لك موجوده كمان في الليفر وموجوده فين يا حبيبي؟ في السبلين الطحال. طب حلو جدا جدا يا دكتور، تعال نتكلم بقى. السيتوبلازم بتاعها بيل بيزوفيليك سيتوبلازم، احنا اتفقنا كله بيل بيزوفيليك سيتوبلازم عدا الفايبروبلاست وخليه تانيه هنقولها كمان شويه. النوع بتاعتها بتكون اكسنتريك، يعني بتبعد سنه عن المركز، وسمعنا كلمه اكسنتريك مره برضه هنسمعها مره كمان، سمعناها اكسنتريك هنا يا حبيبي في المالتي نيوكلير اديبوسل. طب النواة بقى بتكون دارك غامقة وكيدني شيب، دارك يعني غامقة بالشكل ده كده، كيدني شيب يا حبيبي يعني ايه كيدني شيب؟ يعني واخدة شكل الكلية، وقلنا في نواتين هيكونوا غامقين يا حبيبي، أول واحدة قابلتني وهي اللي موجودة في الفايبروسايت، وتاني واحدة عندي هي مين؟ هي الماكروفيج، غير كده هتلاقي كل الأنواع التانية هتكون بيل يا حبيبي. طب حلو جدا جدا. تعال نكمل بقى. النواه بتاعتها زي ما اتفقنا انها هتكون دارك غامقه، وطالما غامقه يبقى ايه؟ هيتروكروماتيك نيوكليس، احنا متفقين على الاساسيات دي. طب هتتصبغ بايه يا حبيبي؟ تتصبغ فايتال ستين صبغه حيويه، وبدل وشرحنا يعني ايه فايتال ستين في الانترودكشن، اقول لك سريعا كده، مش الخليه دي هتاكل والاكل عمليه حيويه تبقى فايتال ستين. طبعا هي ليها تعريف تاني بس احنا دلوقتي ايه بنظبط الدنيا في الالترا كراش. زي مين يا حبيبي؟ زي التريبان بلو والانديا انك، قلت لك دي خليه اكوله، هتيجي تاكل ايه؟ تاكل حبر هندي، هي حابه تاكل حبر هندي. ولما تاكل الحبر الهندي يا حبيبي هل تاكله كده وهو ني؟ لا، تجرب تسخنه، تجرب يعني تراي وتسخن على المقلاه، يعني بان مقلاه، فتراي بان بلو عشان ما تنساش. اوكي، الصبغه بتتاكل بواسطه الخليه، عشان كده قلت لك فايتال ستين، افتكر دي خليه اكوله والاكل عمليه حيويه لازمه للحياه، ده طبعا عشان نفتكر بس ليها تعريف تاني. طب اخر خليتين معايا يا دكتور هما الماست سيل والبلازما سيل. الماست سيل برضه بتيجي من يو ام سي عادي جدا. طب يا دكتور دي هتكون موجوده فين؟ موجوده في اللوز كونكت تيشو، هنعرف كمان شويه عن ايه لوز كونكت تيشو، يا اما حوالين الاوعيه الدمويه عشان عندها جرانيولز هترمي فيها الحبيبات بتاعتها، يا اما موجوده تحت الايبيثيليوم. ما احنا عارفين ان الكونكت تيشو بيكون موجود تحت الايبيثيليوم، وهنتكلم عن ده في الشابتر اللي جاي، الايبيثيليوم يا حبيبي، في اللنجز، في الرئتين والدايجستيف تيوب، عشان كده دي خليه مسؤوله عن رد الفعل التحسسي، ونعرف ان بيحصل اعراض تحسسيه في الجهاز التنفسي وفي الجهاز الهضمي وما الى ذلك. طب بعدين يا دكتور بقى شكلها عامل ازاي؟ دي شكلها اوفال بيضاويه في الشكل كده، كبيره بيضاويه، لارج اوفال سيل شيب. اوكي، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك عادي جدا زي ما اتفقنا، وكمان عندها جرانيولز بيزوفيليك يا حبيبي. طب النواه بتاعتها سنترال ولكن وبيل برضو يا حبيبي، احنا اتفقنا الدارك اتنين بس اللي هم الماكروفيج والفايبروسايت. طب وسفيريكال كرويه، بتاخد سبيشال ستينز، اه ليها سبيسيفيك ستينز خاصه بيها، وبخليه ثانيه يا دكتور اسمها البيزوف اللي هنتكلم عنها في البلات. الجرانيولز بتستين ميتا كروماتيكال، كروما يعني صبغه، ميتا يعني تغير، فالصبغه بتتغير، بتتغير ازاي؟ بصبغه ثانيه اسمها تولتين بلو، يعني لما احط صبغه اسمها تولتين بلو لون الحبيبات يتغير، يتغير من بيزوفيليك لبيربل او ريد، ودي بسميها ميتا كروماتيكالي او تغير الصبغه، مش هتلاقيها غير في الخليه دي، مهمه جدا جدا. والديفلوبد لازم يا دكتور هي هتعمل ايه؟ هتعمل جرانيولز، فيكون عندها ار اي ار وجولوجي وميتوكوندريا طبعا عشان هتعمل هذه الجرانيولز. طب الجرانيولز هتبان اكيد بالميكروسكوب الالكتروني الكترون دنس، بسميها سكريتوري فيزيكلز. يعني ايه سكريتوري فيزيكلز؟ يعني هيحصل لها سكريشن، هتطلع فيزيكلز كده، هتطلع فضي محتوياتها بره الخليه بقى بالعمليات العاديه. طب عندها ريسبتور للاي جي اي يا حبيبي، يعني ايه؟ يعني هي تقدر تطلع السكريشنز بتاعتها دي كده من نفسها؟ لا، بيكون عندها ريسبتور، لازم كده يا حبيبي نلاقي على سطحها، على سطحها ريسبتور او مستقبل يا حبيبي، نلاقي على سطحها ريسبتور او مستقبل يستقبل لي يا حبيبي ايه الاي جي اي. هي عندها سطحها ريسبتور كده او مستقبل يستقبل الاي جي اي عادي جدا، وده واحد من الاميونوجلوبولينز من الاجسام المضاده بقى اللي كنتوا عارفينهم ماجد او جامد والكلام ده كله. طب
اللي هي الاي جي جي والاي جي اي والاي جي ام والكلام ده كله يعني. فالاي جي اي ده اول ما يجي يمسك فيها كده يا حبيبي تروح مطلعه السكريشنز، تروح مطلعه الافرازات بتاعتها. طب ايه هي بقى الحاجات؟ قال لك الهيبرين ده انتي كواجولانت مضاد للتجلط، بيعمل سيوله في الدم. الهيستامين بيعمل فازو دايلاتيشن، بيوسع الوعاء الدموي. لما يوسع الوعاء الدموي كمان مش بس كده، كمان ده بيزود البرميابيليتي، بيزود نفاذيه الاوعيه الدمويه اللي هي الاوعيه الدمويه. لما يوسعه كمان يخلي الحاجات تنفذ من خلاله، السوائل والكلام ده كله، وتروح للانسجه. وفي لوكوترينز ده في الجهاز التنفسي يعمل ايه يا حبيبي؟ يعمل سموث ماسل كونتراكشن، يخلي العضلات المنساء الموجوده في البرونكيال تري اللي موجوده في البرونكيولز يا حبيبي، في الشعيرات او الشعيبات الهوائيه، يخليها يحصل فيها كونتراكشن، يخلي العضلات المحيطه بها يحصل فيها انقباض، فبالتالي القطر بتاعها يضيق، وده يعمل برونكيال ازمه يا رب وشعبي ومشاكل. طب عشان تحل المشكله دي بتعمل ايه؟ بتجيب بتطلع فاكتور او بتطلع عامل يعمل على جذب كيموتاكتيك، يعني جذب الايزينوفيل، يعمل على جذب الايزينوفيل. وهذه خليه الايزينوفيل هنتكلم عنها في تشابتر البلاد يا حبيبي، بتيجي للسايت بتاع الالرجي عشان تنهي الالرجي، عشان تنهي الحساسيه، عشان ما يحصلش رد فعل مبالغ فيها او ما تزودش او ما تزيدش عن حدها. طب يا دكتور هتلاقي يجيب لك في اسئله الام سي كيو اوقات يجيب لك واحد جاله مثلا سيفير هاي بوتنشال، ضغط وقع نتيجه ايه؟ ان احنا عملنا فازو دايليتيشن، وسعنا الوعاء الدموي فالضغط وقع. حلو، او يقول لك انافلاكتيك شوك، او يقول لك بقى هايبر سنسيفيتي، رد فعل مبالغ فيه، او جلده احمر، او بقى عنده مشاكل في جهازه الهضمي، او مشاكل في جهازه التنفسي. كل ده تستنتج منه ايه؟ تستنتج منه ان في يا حبيبي افرازات من خليه الماسل او خليه ثانيه اسمها البيسوفيل، الهندسه في تشابتر بلاد دي اللي بتعمل الحساسيه يا عزيزي. طب حلو كده. البلازما سيل بقى يا دكتور، الخليه دي بتيجي من خليه اسمها بي لينفوسايت. البي لينفوسايت اللي هي الخليه البائيه هي اللي بتعمل البلازما سيل، ودي موجوده في الليمفويد تيشو النسيج الليمفاوي. بتكون يا حبيبي لارج اوفال ان شيب، يعني حجمها برضو كبير، وبتكون اوفال بيضاويه زي الثانيه دي بالظبط. السيتوبلازم بتاعها دي بيزوفيليك سيتوبلازم، عشان كده قلت لك خليتين دي بيزوفيليك سيتوبلازم، الفايبروبلاست والبلازما سيل. النوع بتاعتها اكسنتريك، واحنا كده عندنا ثلاث انواع اكسنتريك، في المالتي نيوكليير وفي الماكروفاج وفي البلازما سيل يا حبيبي. تمام، بقى النواه بتاعتها بقى فيها ايه؟ الدارك هيتروكروماتين بيتبادل الترنيتنج يا حبيبي مع اللايتر ايريز، مع مناطق افتح من اليوكروماتين، عنده الاثنين. اوكي حلو جدا. بيديني مظهر ايه؟ الكارت ويل والكلوك فيس. كارت ويل يعني عجله العربيه اللي بيجرها حمار، كلوك فيس اللي هو مظهر وجه الساعه، برضو غنيه بالار اي ار وجولوجي وميتوكوندريا اللي هي تصنيع البروتين. والنواه بتاعتها بيغلب عليها اليوكروماتيك نيوكليس، بتكون اكتر نشطه اكتر، دي بتصنع لي البروتين، بتصنع لي الاميونوجلوبولينز، بتصنع لي الانتي بوديز يا حبيبي، الاجسام المضاده، وهي الاجسام المضاده بروتينات. طب نو سيكريتوري جرانيولز يعني ايه يا حبيبي؟ يعني هي وانس ان هي بتصنع الانتي بوديز بيطلعوا براها على طول، مش لسه بتحطهم في جرانيولز ويحصلها سيكريشن زي الخليه الثانيه اللي كان عندها سيكريتوري جرانيولز. طب تعالوا بقى نتكلم على الفايبرز. عندي الياف الكولاجين، دي اقوى الانواع يا حبيبي، الكولاجين تايب 1 قلت لك رقم واحد هو الواحد، بينما الريتيكولار فايبرز الالياف الشبكيه دي كولاجين تايب 3 يا حبيبي، دي شبكه كده، عشان كده ده هقول عليه السترونجست فايبر، اقوى حاجه. لكن ثاني حاجه لوز كده، دي بتعمل نتورك، بتعمل شبكه عشان تقعد عليها الخليه، بتعمل نتورك او ستروما يا حبيبي. في بعض الخلايا بقى زي سبلين، ليمف نود، ليفر، الكلام ده كله، بعض الاعضاء. لكن ثاني بتديني سترينث، بتديني القوه. حلوه جدا جدا. ايه وظيفه الالاستيك فايبرز يا حبيبي؟ الالاستيك فايبرز اوكي دي جايه من الاستين بروتين، او بروتين اسمه الاستين عشان كده اسمها الاستيك. طب حلو جدا. دي وظيفتها ايه يا حبيبي؟ ستريتش اند ريكول. يعني ايه ستريتش اند ريكول؟ يعني تمسك ودانك وتتنيها كده، انت عملت فيها ستريتش، تسيبها ترجع لوضعها الطبيعي اللي هو ريكويل، ودي بسميها الاستيستي او الاستيك، عشان كده بقول لك بتديني الاستيستي. لكن الثانيه بتديني الاستيستي، لا دي اقوى حاجه، دي فليكسيبل او مرنه، لكنها مش الاستيك يا حبيبي، بتقاوم الاسترتشنج، بتقاوم الشد، لكن الثانيه فيها ستريتش عادي جدا. حلو جدا جدا. مين بيصنعهم؟ اكيد الخلايا المصنعه للفايبرز، فايبروبلاست. افتكر العظم محتاج حاجه قويه، البون، خليه اسمها اوستيوبلاست. هنا يا دكتور عندي الكارتليج، الغضروف، خليه اسمها كوندروبلاست. كارتليج يعني كوندرو، وفي الاثنين دول عندي سموز ماسل سيلز، خلايا العضلات الملساء، ودي اسمها ريتيكولار فايبرز، عيب لما ما تعملهاش ريتيكولار سيلز. تعالى بقى يا حبيبي نوصفهم، احنا كده خلصنا اللي تحت كده والجزء اللي فوق ده برضه، نوصفهم شكلها عامل ازاي؟ يا دكتور بتكون في صوره باندلز، والباندلز دي او الحزمه دي كده بتكون ايه؟ برانشد، يعني يطلع برانش كده وبرانش كده، وبتكون ويفي برضه، لكن الفايبرز اللي جواها مهمه، الفايبرز نفسها هي يا حبيبي نون برانشد، ما فيش فيها برانشات، لكن الباندل كلها بتبقى برانشد عادي، ولما بتبقى كلرلس عادي جدا، لكن لما تكدس بتبقى وايت يا حبيبي، وده بنشوفه في التندون، بنشوفه في الاوتار. طب بينما الثانيه دي يا حبيبي بص كده، سنجل ثين برانشنج، سنجل وثين، رفيعه وسنجل برانشنج، يعني بيطلع منها برانشات كده يا حبيبي. اوكي، يلو ان فريش سيكشن، لما اجي ابص عليها الاقيها يلو في الفريش سيكشن، الثانيه كانت كلرلس، ولما تتكدس، لما تتكدس تديني اللون الابيض. طب عشان كده هنعرف كمان شويه يلو دي هياكد لي حاجه كمان شويه. اوكي طب
نيجي بقى للصبغات يا حبيبي، دي بتعمل نتورك شبكه زي ما احنا عارفين. الصبغات اجرب اتش اند اي هنا مش هتظهر طبعا، بالاتش اند اي مش هتتصبغ، لكن الثانيه الاثنين دول هياخدوا صبغه اليوسين. احنا عندنا هيماتوكسين هنا يوسين، فهياخدوا صبغه اليوسين ويظهروا باللون البينك. قلت لك فانجين سو ريد، فانجين سو يلو، هو يلو يلو. اور سيتي بوني، اور سيتي اللي هي اورسين، تظهر باللون البراون، تظهر باللون البني. حلو جدا. طب مين اقوى واحد في الثلاثه يا حبيبي؟ الكولاجين. طيب كولاجين قلت لك اقوى واحد هو الواحد. طب فتاخد الصبغه الثلاثيه المارولي تراي كروم، بيظهر باللون البلو، بيظهر باللون الازرق. لكن الثانيه يا حبيبي عشان عندها محتوى عالي من الشوجر من السكريات، تقدر تتصبغ بالسيلفر وتقدر تتصبغ بالباس. بالسيلفر تبقى لونها براون، بالباس الشفتكر الباس بيبوظ بالشفايف يا حبيبي فيظهر باللون الريد. طب حلو جدا جدا. تعال نتكلم هنا، احنا اتفقنا خلاص. تايب 1 موجود فين يا حبيبي؟ موجود فين؟ في الفايبر بلس. قلت لك عشان الجدول ده ما يلخبطكش افتكر الفايبر بلس موجوده في الاعداد يا حبيبي، الاعداد الفرديه تمام. او انت عندك واحد واثنين وثلاثه وبعدين ده اربعه باللاتيني. اوكي حلو جدا. ثلاثه واربعه يجمعهم على بعض يدوني سبعه. طب اوكي جدا جدا يا دكتور. قلت لك هتلاقي الاعداد الفرديه فيها مين يا حبيبي؟ واحد وثلاثه وسبعه، هتلاقي فيها الفايبر بلس. طب حلو جدا. وتايب 3 دي الريتيكولار فايبرز، اكيد فيها ريتيكولار سيلز، واتفقنا كمان من هنا سموث ماسلز. طب حلو جدا جدا. ودي بتعمل ايه؟ بتعمل استروما. خلاص كده خلصنا من تايب 3. طيب وانا يا دكتور ده ارينجد ان باندلز، في حزم. طب فين يا حبيبي؟ قلت لك في الكونكتشن رابر، اكيد الكونكتشن بتاعي الاساسي. والبون والتندون، البون انت عارف هو البون، والتندون الوتر اوكي، والكبسول بتاع الاورجنز. الكبسول بتاع الاورجنز ده يا حبيبي الغطاء بتاع الاعضاء، لازم احط فيه اقوى انواع الكولاجين. طب حلو جدا. وانما تايب 2 يا حبيبي، قلت لك تايب 2 بحرف التي، ثن بحرف التي، فتايب 2 دي حاجه فاين فايبرز، حاجه رفيعه. ده انواع ايه يا حبيبي؟ بتكلم عن هنا عن انواع الكولاجين. طب حلو جدا جدا. قلت لك تايب 2 في الغضروف، في الغضروف. تايب 2 في الغضروف، في الغضروف يا حبيبي في الكارتليج، اللي هو الكوندروبلاست، الخلايا المصنعه للكارتليج. طب مش بس كده يعني، الكارتليج ممكن يبقى فيه الاستيك فايبرز، ممكن يبقى فيه تايب 2 كولاجين، يا دكتور الاثنين، عشان في انواع كتير للكارتليج. طب تايب 3 ده ريتيكولار فايبرز وقلناها خلاص بقى. تايب 4 وتايب 7 دول هندرسهم في البيز ميمبرين بتاع الايبيثيليوم يا حبيبي. اوكي، وهنعرف ان دي بيعملها الايبيثيليوم. اوكي، وهنعرف ان شكلها تايب 4 دي شكلها جرانيولز يا حبيبي، شكلها جرانيولز بالشكل ده كده. اوكي حلو جدا جدا. بينما تايب 7 يا حبيبي دي انكورنج فايبرز، خلايا انكورنج عمسكه بالشكل ده كده، برده في البيز ميمبرين هنتكلم عنها في الايبيثيليوم. اوكي، وعارفين ان الخلايا تقسيماتها ايه زي ما قلنا قبل كده كلام عبيط. اللوز ايلر كونكتيف تيشو يا حبيبي اول نوع عندي، قلت لك ار في كل حاجه، في كل الخلايا وفي كل الالياف، طبعا بشكل اساسي الكولاجين باندلز، وده عنده الاكثر واحد عنده ماتريكس، الموست اباندنت ماتريكس. خصائصه ان هو لوز يا حبيبي، لوز يعني مش صلب. ما احنا عندنا نوعين من الكونكتيف تيشو، لوز ودنس. اللوز ده عنده ماتريكس اكتر فتلاقيه كده مايع، لكن الدنس عنده فايبرز اكتر يا حبيبي فتلاقيه كده صلب اوكي وماسك نفسه تمام. واللوز اربع انواع والدنس نوعين هنتكلم عنهم اوريدي، كنا احنا اتكلمنا على واحد من اللوز اللي هو الاديبوز، فبقى لنا ثلاثه ومبقى لنا هنا اثنين يا حبيبي من الدنس. طب يا دكتور ده لوز بقى، لوز يعني ايه حقيقي؟ يعني عنده بوتنشال كافيتيز، عنده تجاويف او اماكن فاضيه كده، عشان كده بيقولوا عليه اريلر، والاماكن تقدر تتحمل او تقدر تستوعب فلويد او جازز. هو مرن وعنده امداد دمه حلو جدا والفاسكولايزد، موجود في كل حته ما عدا البرين، لان البرين ما فيهوش اصلا اي نوع من انواع الكونكت تيشو، يملى السبيسز الفراغات اللي ما بين الاورجنز يا حبيبي، عشان كده بقول بايندنج، بيمسكهم في بعض، بايندنج الاستراكشرز توجذر. اوكي، مش بس كمان ده زي وظيفه الكونكت تيشو عادي جدا، اكستشينج تبادل المغذيات والبلاد فيسلز. اوكي، من والى البلاد فيسلز، ياخد من البلاد فيسلز المغذيات يديها الويست برودكتس وما الى ذلك. طب ليميتنج سبريد اوف انفكشن، بيمنع يا دكتور ان الانفكشن تنتشر. لو مثلا كانت انفكشن لخليه ما، فمش هيخليها تنتشر للخلايا الثانيه لانه موجود بين الخلايا. طب والاماكن بتاعته بقى يا دكتور، كنت اقول لك ايه؟ سبيس، سكن، سيروس، ميكوزا، اوعيه دمويه واعصاب. ميكوزا، اوعيه دمويه واعصاب، يبقى ايه؟ سبيس، سكن، سيروس، ميكوزا، اوعيه دمويه واعصاب. طب السبيسز موجود في الفراغات بين الاعضاء، سكن موجود في السكن. طب فين في السكن يا حبيبي؟ السكن في منه طبقات كثيره، هو موجود في طبقه الديرمس تحديدا، الجزء اللي اسمه البابلري. ايه الجزء اللي اسمه البابلري؟ عشان الجزء اللي اسمه البابلري ده اللي فيه الاوعيه الدمويه والاعصاب، هو حاجه لوز لما تبقى موجوده حواليها ما تضغطش عليها ما تعملش مشاكل. طب يبقى البابلري لير بتاعت الديرمس بتاعت السكن. مش بس كده، الميكوزا الغشاء المخاطي اللي بيبطن الاعضاء، والسيروس ميمبرينز زي البريكارديوم والحاجات دي كلها يا حبيبي. طب حلو جدا، ده اللوز ايلر كونكتيف تيشو. احنا كده خلصنا اللوز ايلر وخلصنا الاديبوز، انا اصلا الريتيكولار والميكوزا، هما الريتيكولار والميكوزا. الريتيكولار اكيد الريتيكولار سيلز والريتيكولار فايبرز، وده نوع ديليكت يا حبيبي.
اوكي. طب ايه موجود فين بيعمل الاستروما؟ وظيفته ايه؟ سبورتيف، نفس برضه الصبغه بتاعتنا قلنا ايه السيلفر يا حبيبي قبل كده، قلنا هي السيلفر بتبقى براون بلاك بني مسود شويه. لكن التاني بقى الميكويد يا حبيبي، قال لك ده عنده خليه فايبروبلاست بشكل اساسي، والكولاجين الرفيع، ما هي دي اللي بيصنع الكولاجين، وعنده ريتيكولار فايبرز. اوكي حلو جدا، بس اهم حاجه بتميزه ان عنده كميه كبيره قوي من الجراوند سابستنس يا حبيبي، اللي بتكون جيلي لايك، اللي بتكون زي الجيلي. اوكي فهتلاقي كده جيلي لايك يا حبيبي موجود فين بقى؟ قلت لك عيني سني سري، عيني يعني الجزء بتاع الفيتيوس هيومر اوف ذا اي، سني يعني ايه سني يا حبيبي؟ يعني البالب اوف تيس، سري يا حبيبي يعني الحبل السري الامبليكال كورد او اللي اسمه وارتن جيلي، برضه وظيفته سبورتيف. متبقى لنا ايه كده؟ خلصنا اللوز كله يا حبيبي، ناقص لي الدنس. الدنس يا حبيبي فيه حاجه اسمها وايت فايبرز، وفي حاجه اسمها هيرو الاستيك، بتصنعهم خليه الفايبروبلاست. هنا الكولاجين فايبرز بتتجمع في باندل زي ما انت شايف كده يا حبيبي، لكن هنا عندي الالاستيك فايبرز بتكون الاستيك بارلل متوازيه، كوندنسد واي بارلل، متكدسه ومتوازيه، وده قلت عليه يلو الاستيك. الثاني وايت فايبرز ده لونه ابيض ولا لونه اصفر. طب الميتريكس في كل الحالات هنا مينيمال اماونت، اتفقنا كميه الفايبرز عندهم هي اللي بتكون اكتر، ده بيكون فيري دنس ناشف جدا عشان عنده مين؟ الياف الكولاجين. الياف الكولاجين بتنتشر فيه بكميه كبيره، وعنده طبعا الخلايا with few cells موجوده in between. حلو، او وايت انفيشن سيت يعني نتكلم عنها كمان شويه اهو، بتلاقي ان هو عنده ده كده يا دكتور الخلايا موجوده فيه وموجوده ان بتوين ما بين الياف الكولاجين. المهم يا حبيبي ان ده بي ريزيستنت، ده بيقاوم وليس فلكسبل اقل مرونه، لكن الثاني هو دنس برضه صلب. اوكي وعنده الياف الالاستيك فايبرز هي اللي بتدومينيت، هي اللي بتنتشر. حلو، ويلو انفيشن سيت يعني بيبان لونه اصفر عشان كده قلت عليه يلو الاستيك، لكن الثاني وايت انفيشن سيت عشان كده قلت عليه وايت فايبرز. حلو جدا جدا. في منه نوعين بقى ده يا حبيبي، في منه ريجولار وايت فايبرز وريجولار وايت فايبرز. ريجولار يعتمد على ايه؟ ده منتظم وده غير منتظم، يعتمد على الكولاجين باندلز متجمعه بشكل ريجولار ولا مش متجمعه بشكل ريجولار. عندك هنا الفايبر بلاست سكاترد عشان هو متجمع بشكل ريجولار، لكن هنا الفايبر بلاست ريجولار منتظم اهي في صفوف زي ما انت شايف كده ما بين الياف الكولاجين. ده موجود في وتر وقرنيه، وتر وقرنيه يعني الكورنيا والتندون. طب حلو جدا، دي الكورنيا دي القرنيه، جنب الكورنيا يا حبيبي هتلاقي سكليرا، يبقى السكليرا دخلت على نوع ايه يا حبيبي؟ الغير منتظم، السكليرا بتاعت الاي. طب حلو جدا جدا، لو تفتكر الفيتريس يومر اللي في الاخر ده كان ميكويد، احنا كده جمعنا الحاجات اللي في الاي. يبقى اقولها دي ازاي يا حبيبي عشان ما تنساهاش كده؟ سكليرا اربطه ريتيكولار ويكابسول، سكليرا اربطه ريتيكولار ويكابسول، تمام؟ حلو جدا جدا. يبقى طبقه الريتيكولار بتاعه الدرمس دي يا حبيبي الريجولار وايت فايبرز كونكت تيشو، لكن طبقه البابلر لاير بتاعه السكن بتاعه الدرمس يا حبيبي دي كانت لوس ايلر كونكت تيشو. يبقى على حسب انا بتكلم في الدرمس في اي حته، لو ريتيكولار تبقى الريجولار وايت فايبرز كونكت تيشو، لو بابلري اللي هي النوع الثاني من الجزء بتاع الدرمس يبقى كده لوس ايلر كونكت تيشو اللي كنا اتكلمنا عليها من شويه. دي يا حبيبي هتقاوم الشد في اتجاه واحد، دي هتقاوم الشد في اتجاهات مختلفه عشان الالياف متجمعه في اتجاهات مختلفه زي طبعا الكولاجين فايبرز الستيننج بتاعتها. الثانيه بقى دي يا دكتور ده موجود ايه؟ قلت لك دم وهواء، دم في الاوعيه الدمويه الكبيره زي الاورطه، الهواء الجهاز التنفسي بتاعك بقى من اول القصبه الهوائيه للشعاب الهوائيه والشعيبات والالفيولاي والكلام كله، دم وهواء. الهواء وهو طالع منك يا حبيبي بيعمل صوت، صح؟ انت عشان تتكلم تطلع صوت لازم تطلع هواء، فتفكرك بالفوكال كورد عادي كده. وبعض انواع الليجمنت زي اول يا حبيبي واحد بحب اتكلم عنه ليجمنت ميوكا، ده موجود في النك في الباك اوف نك، ميوكا في النك، وفي واحد قدام فيه قدام النك في فقرات، هنا الفقرات ماسكه ببعضها حاجه اسمها ليجمنت فلا فام، وفلا فام في الفيرتبر يا حبيبي بيمسكهم ببعض جوينينج ذم توجذر. واخر واحد لما نزل تحت خالص ده بيعلق البينس بسميه سسبنسور ليجمنت اوف ذا بينس، ودي لها قدره عاليه على الالاستيك باور زي الالاستيك فايبرز. قلنا الحمد لله واقول الحمد لله خلصنا الالترا كراش كورس كونكتشو على خير. دمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.